أخواتي وإخواني في المكتب التنفيذي أن أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الجديدة سنة 2018، سائلين الله عز وجل أن تكون هذه السنة المقبلة إن شاء الله بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني سنة خير، سنة مفتوحة على أبواب حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر في تعاطيها مع هذا الملف المزمن. انعقاد مؤتمرنا هذا هو انعقاد المؤتمر الثاني للمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني. الهدف من هذا انعقاد المؤتمر هو تسوية وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، هذه الفئة المهمشة تحت عتبة الفقر. مطالبنا المشروعة هي تسوية وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، هما مطلبين أساسيين فقط، الإدماج في الأسلاك الوظيفة العمومية أو تأطير نظام مهيكل لقطاع الإنعاش الوطني. هذه الفئة المهمشة هي جزء من الشعب المغربي، جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، وهي تساهم في تنمية الحضارة المغربية بشكل كبير جدا. حيثما وليت وجهك تجد عمال وعاملات الإنعاش الوطني في جميع الإدارات العمومية وشبه العمومية، مثل العمالات الولايات، وناهيك عن البستانة والمنظفات وإلى غير ذلك من المهامات. عمال وعاملات الإنعاش الوطني هم هذه الفئة، هي تعاني جدا من عدم تسوية الوضعية ديالها التي هي محرومة من جميع الحقوق. الحقوق هي حقوق 0%، يعني ليس لديها الحد الأدنى للأجر أو التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات العائلية أو الرخصة السنوية أو الرخصة المرضية أو الرخصة بالنسبة للولادة للمرأة أو الرضاعة وإلى غير ذلك من الحقوق التي يتوفر عليها الموظف الرسمي. هذا المؤتمر الثاني الذي تنظمه المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني تالي للمخاطرة على الاستمرارية للعمل النقابي، دليل قاطع على أن المنظمة الديمقراطية للشغل هي النقابة التي تضم مجموعة من الشرائح الاجتماعية. كلنا نعلم بأنه تخاذل ديال مجموعة ديال المركزية النقابية في دعم هذه الفئات. نحن النقابة الأولى في المغرب اللي كنا سباقين لتنظيم هذه الفئة. اليوم ينعقد المؤتمر الوطني الثاني لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، هذا جزء كبير يعني يشتغلون في الإدارة المغربية، مع الأسف الحقوق ديالهم مهضومة إلى حدود اليوم. ففي الوقت اللي أنه نطالب بتحسين الأوضاع ديال الشغيلة المغربية بشكل عام، فهذه الشغيلة المغربية اللي كتشتغل في الإدارة المغربية فيها أوطو فيها مكافآت عالية كذلك، يشتغلون بدون حقوق، ما عندهمش تقاعد، ما عندهمش تغطية صحية، وما عندهمش حد الأجر، وبالتالي هنا نطالب بتحسين الوضعية ديالهم، فإما التوظيف ديالهم في الوزارات والإدارة اللي يشتغلوا فيها، وإما قانون أساسي ينظم هذه المهنة. لا يعقل نبقاو إلى حدود اليوم وحنا يعني مقبلين على ألفية أخرى، وهاد الناس مازال كتناضل من أجل الملف المطلبي الأساسي، ألا وهو الإدماج في الوظيفة العمومية كأطر، وإما خلق قانون أساسي منظم لهذه الفئة داخل الإدارة المغربية.